بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حد ممكن يفكر ربنا إزاي مش سايبنا والناس كلها بتبكي، والسنة اللي فاتت دي يعني مليانة دموع ومليانة وجع؟ فعاوز أكلمكم عن بكى يسوع. الآية الصغيرة دي في يوحنا 11 اللي جت في قصة إقامة لعازر، وطبعا هي أحد ألغاز العهد الجديد. كيف يبكي الله المتجسد؟ وهل يعجز عن شيء فيبكي؟ طبعا لا. وعشان كده تعالوا نحلل الموقف، لأنه موقف رائع جدا ومليان معاني كتيرة قوي، ويمكن يهدي نفوسنا شوي. أولا، لما بكى يسوع هنسأل لماذا بكى يسوع؟ قال اليهود انظروا كيف كان يحبه. هما لما لقوه بيبكوا يعني خدوها بالشكل البشري الطبيعي، كان متأثر عليه أو بيحبه أو لأنه صديقه. ماشي، هو بيحبنا كلنا، بس احنا نحتاج بقى بكاء أكتر من كده. وده يمكن يأكده أشعياء لما قال في كل ضيقهم تضايق. يعني ربنا يسوع قصد يبكي عشان يقول أنا بحس بالوجع بتاعكم. وبيبكي طبعا على أموات الخطايا، أهم كتير قوي من أموات الجسد، لأن موت الجسد حله سهل عند ربنا. في كل ضيقهم تضايق ملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته فكهم. فإشعياء 53 يقول أحزاننا حملها. طب اللي شايل أحزاننا يبقى أقل ما فيها يبكي. أنت ده لما بتشارك واحد حزين وبتحس بيه بتبكي معاه بكاء مع الباكين. يبقى أولا المسيح له المجد لازم يعمل كده، أحزاننا حملها وأوجاعنا، إن كان الوجع يبكي طب أوجاعنا تحملها. ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. فنص القصة بقى، قالت مرثا ليسوع يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. مريم لما شافته قالت له نفس التعبير، وده كأن المسيح مقصر. مريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هل بكى المسيح لأنه مقصر؟ عاش. طبعا ربنا يسوع بحكمته رتب يروح على رابع يوم بعد الدفن، فمش ممكن هنقول أنه مقصر، لكن هو في عينين ولاده كان مقصر. هنا ساعات الناس تنظر إلى بكاء المسيح على أنه ضعف. ليه؟ ما يعيطش، طيب ما يقومه من بدري، ما يمسبوش يموت أساسا، ما يحل مشاكل العالم ده كله بدل ما يسيب ولاده يتوجعوا. ففي فئة من الناس كده تنظر إلى موقف دموع المسيح على أنها بتفضل أنه يتدخل ليمنع الألم. فسكوته وسط آلام عياله بيتفهم أنت مش شايف أو مش حاسس أو مش بتعرف تتصرف أو مش حكيم، لأنه ما دول عيالك وبيتوجعوا، طب أنت شايفهم، كل اللي تعمله في الآخر تبكي معهم. في فئة كده تتهكم على مسيحنا القدوس لأنها حاسة ربنا بتاعكم بيعيط. لا، طب ما يبقى ما ينفعش يبقى ربنا، ده دماغهم بتقول لهم كده. كان المفروض حسب حساباتهم ما يتدخل ويمنع الموتى، وبالتالي يبقى ما فيش دموع. ويمكن منهم الناس اللي كانوا واقفين في المشهد وقالوا إيه؟ ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ طب سابه يموت ليه؟ عشان الناس يتفطر قلبها كده وبعدين تقولوا ربنا حزين معانا وبيعيط معانا؟ طب ما كانش سابه يموت. في فئة تانية تقول ايه؟ لا، دي مش قلة حكمة، دي قلة قدرة، هو ما يقدرش على الموت. برضو ده اعتقاد بعض الناس. فطبعا هم شايفين المسيح خلاص اخره معجزات، لكن عند القبر خلاص يقف زينا يبكي بقى، ما عندوش حاجة تاني يعملها. لما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. اضطرب ليه؟ لأن هما بعد كل المعجزات دي لسه ما عندهمش ثقة في لاهوته أو قدرته. في فئة تالتة أصعب بقى، يعني مش بيقولوا ده مش حكيم مش عارف يتصرف، ولا مش قادر مش قادر يتصرف. لا، ده ما بيحبش أساسا. دي حكاية الله محبة، دي كذبة. في ناس بتقول كده بقى، ليه؟ حبني إزاي وأنا يعني من دموع لدموع، من وجع لوجع. ففي فئة تتهم الله
أنه لا يشعر أنه إلهنا ده نظري وأنه سايب الدنيا تخبط وترزع ومش حاسس بالأمهات اللي بتدفن عيالها ولا بالأطفال اللي بيتيتموا ولا بالمظلومين اللي في الدنيا. إنما المسيح له المجد طبعا كل حب، بدليل أن في القصة دي بالذات قال لتلاميذه لعذر حبيبنا قد نام، حط حبيبنا عشان ما حدش يشك إلا لعذر. ده لعذر المسيح بيحب كل البشر، والعذر ده صديقه، ده قريب ليه جدا، ده من أقرب الناس إلى قلبه، لكني أذهب لأوقظه. بداية كده في قواعد حطها الكتاب يمكن تساعدنا في فهم سر بكاء المسيح، لأن المسيح بكى وبعد دقائق لعذر قام. فلو راح تحط نفسه مطرح المسيح له المجد يبقى مفيش مجال للبكاء، طالما في نية الإقامة وهيحصل الخبر الحلو قوي يبقى كل الناس تعيط لكن انت ما تعيطش لأنك القيامة جاية، لكن تبكي وبعد شوية يقوم. طب ما هو بدل انت عارف انه هيقوم يبقى ما كانش في مجال للبكاء. هنا الكتاب يقول لنا قاعدة، البكاء دايما له وقت، لازم يحصل بكاء. يقول للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، وجمع ثلاثة. يعني حكمة إلهنا اللي اختار لنا العيش على الأرض بعد السقوط إنه يسمح لنا إن حياتنا تبقى مليانة أوجاع ومليانة أفراح، مليانة دموع ومليانة ضحك. وربنا يسوع دخل إلى هذا العالم الكئيب فشاركنا زي ما شاركنا أفرحنا، شاركنا أوجعنا، بكى معانا وكمان فرحنا ورجع لنا ابتسامة النصرة. إذن البكاء له وقت، لكن في لحظة دموع المسيح وقفت وطلعت صرخة منه، لأنه إيه؟ لعذر هلم خارجا، وانتهت الدموع في اللحظة دي. كأن في رسالة بيقولها المسيح، هنبكي هنا لازم طالما لسه في حاجة اسمها قبر ينتظرنا، هنا زمان البكاء. فالمسيح ما غيرش قضية البكاء لكن غير قضية القبر. البكاء ضرورة أما القبر فصار مفتوحا. يعني إيه؟ يعني غلب المشكلة، الموت نفسها خلاص في قيامة، لكن الوجع اللي ما قبل الموت وفي انتظار الموت والآلام، هذا الزمان الحاضر المبكية اللي لازم هيطلع معها دموع جي شاركنا فيها، لكن الزمان الآتي كله أفراح وقيم. إذن أحبائي، ربنا يسوع يبكي وهو قادر وهو محب وهو حكيم، قادر أن يمنع الألم وله الحكمة العليا في أنه يدور ويضبط الكون ده كله ويشعر بألم أولاده، لكنه يبكي مع الباكين. ربنا يسوع بيبكي مع المظلومين ومع اللي ملهمش حد، الناس اللي عندها وحدة جديدة بيبقى قلبها بيعتصر أحيانا من الوجع، حاسس بيهم وبيبكي معهم، المتألمين في أمراض نفسية وجسدية، المحبطين اللي فقدوا أحبائهم، المسيح بيبكي كل دول، المجروحين بكل جراحات البشر، كل دول المسيح له المجد يشاركهم ألمهم على وعد تنتهي الألام بالقيام. من هنا في تعبير بيقول المسيح له المجد مليان معاني عميقة، لما بيقول يا امرأة لماذا تبكين؟ لأن احنا نسأل الناس بتبكوا ليه؟ والسؤال ده اتقال لمريم المجدلية وهي رايحة القبر، طبيعي وهي رايحة القبر تبكي. طب لو القبر فاضي، يعني في خبر قيامة، يبقى مش مفروض نبكي. فبيقول لها بمنطق يعني مقبول جدا، يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ انت عاوزة ايه؟ هتعاوزة المسيح؟ طب القبر فاضي بقى المسيح قام، وجالكوا الخبر الصبح ان المسيح قام، يبقى بتعيطي ليه دلوقتي؟ مش في قيامة؟ يعني اللي مشي ده هنشوفه تاني وهنقعد معاه تاني؟ ولا انت عاوزة ايه بالظبط؟ عاوزة مين؟ عاوزة المسيح؟ المسيح قام. ظنت أنه البستاني من كتر بقى الدموع والاستسلام للحزن مش عاوزة تشوفه، وقالت له لو كنت شلته قول لي حطيته فين. وبعدين قال لها يا مريم انت بسألك عاوزة مين؟ عاوزة المسيح؟ من هو؟ يبقى مفيش مجال للبكاء.
كأن ربنا يسوع يبكي معانا في وقت وبعد كده يقول خلاص بتبكوا ليه دلوقتي؟ مش انا جيت وجيت واقف معاك اهو، يبقى في قيامه، يبقى في حياه ابديه، يبقى في انتصار على الموت، يبقى القبر فاضي، يبقى المشاكل هتتحل، يبقى الدنيا دي كلها بغلبها هتخلص، يبقى المفروض يجي لنا وقت نبطل بكاء. موقف تاني، لما اقترب الى باب المدينه اذا ميت محمول ابن وحيد لامه وهي ارمله ومعها جمع كثير من المدينه، لما راها الرب تحنن عليها وقال لها، ما قالهاش لماذا تبكين، ما هو هي بتدفن ابنها ودي ارمله وابنها وحيد، قال لها لا تبكي. طب مين يقول لا تبكي في الموقف ده الا صاحب السلطان، انه يرجع ابنها، انه يغير الموت للحياه، انه يحل المشكله من جذورها، مش طيب الخواطر بس. فربنا يسوع وإن كان يبكي معنا حبا لكن بيحل المشكلة من جذورها، بينقذنا من الموت اللي هو أبو كل الأوجاع دي. في لوقا 8 في قصة ابنة إيروس، كان الجميع يبكون عليها ويلطمون، فقال لا تبكوا، لم تمت لكنها نايمة، وبرضو ضحكوا عليه. إذن ربنا يسوع يبكي، وهو يبكي يمسح كل دمعة من عيوننا. يعني وجع ربنا يسوع وبكاؤه بيدينا احنا تعزيهات، فالناس دموعها تهدى بدموع ربنا يسوع يمسح كل دمعة اللي جت في رؤية 21، لأن الموت لا يكون فيما بعد. يبقى حقيقة القيامة ووضوح أن الموت اتهزم يخلي دايما الرجاء يغلب الوجع والحزن، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. بينما طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، ما هو لو قال طوبى للحزانة وما عملهاش، ما هو لازم المسيح يعمل كل حاجة صح. طوبى لصانع السلام جي يعمل سلام، طوبى للمطرودين من أجل البر، اضطرد من أجل البر، طب طوبى للحزانة لازم يشاركنا حزننا. بس هو مش بيحزن حزن طوبى زينا لأنه قدوس، لكن بيحزن على أوجاع الناس، وده حزن مقدس يجي وراه تعزية. يجي واحد سؤال كده يسأل، طب ازاي يبكي المسيح وهو شايف المستقبل وشايف لعازر هيقوم وشايف ضحكتهم بعدها بساعتين وهم قاعدين مع اخوهم، وشايف انه معجزة كبيرة جدا هتحصل، والناس بقى ايه هيزيد ايمانها، وده يعني اقوى معجزة حصلت، وعشان كده قبل اسبوع الالام على طول. اللي شايف فرح القيامة يبكي، أيوة، لأن المسيح له المجد، إنسان بالحقيقة كإله حقيقي متجسد فيه، بشرية حقيقية فيه، فانفعالاته حتى لو واثق في القيامة، ما التفاعل والإحساس بوجع الناس ده ما بيلغيش الثقة في الملكوت. كيف يبكي من يملك قرار الموت والحياة؟ يبكي لأنه يحب، يبكي لأنه يشعر، يبكي لأنه متعاطف مع البشر، لكن ده ما يغيرش حاجة في قاعدة أنه يملك حقا قرار الأبدية اللي بيصرفه لكل أولاده. كيف يبكي من هو مصدر كل فرح وسلام أبدي؟ لأن البكاء مع المسيح يدي سلام، مش ضد السلام. دموع ربنا يسوع له المجد هي مصدر سلامنا، نحن نبكي معه وهو يبكي معنا، والبكاء المشترك ده يعزينا مش يوجع قلبنا. طيب في المقابل بقى، الرسالة لينا، إذا كان رب المجد يسوع بكى ومريم ومرسى واقفين حواليه قدام القبر وهو هيفرحهم دلوقتي لكن بكى معهم، يبقى أقل دور نعمله ما كناش نقدر نفتح إحنا القبر للناس لكن نبكي مع الناس، نقدم للباكين دموعنا بس معها وعد القيامة، نقدم لهم دموع المسيح. تعالوا نقول لكل باكي المسيح بيبكي معاك، بس ما نقفش عند دي، وهيحلها، هيحلها، يقول لك طب ما هو مات، ايوه ما مات، مش نهاية القصة، هيقوم، وبالتالي هو يبكي معك تأثرا وحبا لكن هو كمان بيحل المشكلة. نقدم للباكين المشاركة، الحب، الرجاء. كان المسيح ممكن من عنده على فكرة من غير ما يضرب المشوار ده ويقف ويتحمل نقد اليهود ويبكي، كان ممكن يقوم العصر بكلمة منه من غير ما يعمل المشوار، لكن في مشاركة، في حب حقيقي. عشان كده القديس بولس يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. الدموع في عينين المسيح
وبعدين لقينا صوته بقى قوي يقول ايه ارفعوا الحجر. مرثا انزعجت وقالت له قد انتن، لان له 4 ايام، ايه اللي هتعمله ده؟ يعني مش ناقصه المشاعر تتحمل اكتر من كده، مش جاي في بالها خالص فكر القيامه. صبرها وهداها بالتضاعه، لكن كمل المشوار. إذن في وقت للدموع وفي وقت للعمل. بمعنى إيه؟ ارفعوا الحجر، يلا نمد إيدينا ونشيل الحجر، نشيل بقى اللي نقدر نشيله، لكن ما ينفعش نبكي بس. في ناس تبكي وتقعد، لا، نبكي ونعمل. عشان كده يقول القديس يعقوب: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، أما الصبر فليكن له عمل تام، كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يلا نكمل رسالتنا، يلا نعمل اللي نقدر نعمله، يلا نشيل الحجر اللي سادد القبر كده. الحجر ده بقى سموه الخوف، سموه اليأس، سموه الكآبة، الحزن الرديء، الشك. ده حجر كده واقف مزعج مفزع، لأنه ورا منه جثة، ورا منه ريحة الموت. فالحجر كئيب، اللي هم ارفعوا الحجر، نشيل الحجر ده، نقاوم بقى الحزن واليأس والشك. في دموع مقدسة، بداية من دموع رب المجد يسوع، لدموع الأنبياء والرسل، لدموع القديسين، لدموع المتألمين في شركة مع المسيح. كل دي دموع مقدسة. إنما في دموع مرفوضة. فكركوا بقصة عيسو، يقول: لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا، مع أنه طلبها بدموع. غريبة. هو كلمة توبة هنا يقصد بها ندم، ويقصد حرصه على الفلوس، على البركة، لكن هي مش توبة بالمعنى المسيحي الكامل، لأنه ما فيهاش صلاة، ما فيهاش رجوع لربنا، ما فيهاش تغيير مسار. هنا بكى عيسو بحرقة، بس بكى من غله، بكى برغبة انتقام، بكى من القهرة. دي دموع مرفوضة. في ناس بتبكي بس دموعها يعني وراها غليان، فوران، مش وراها حب حقيقي، مش وراها مسكنة. تفرق كتير قوي، وربنا بيعرف يميز الدموع دي عن الدموع دي. دموع المسيح فيها شفقة على البشر، فيها شركة. دموع القديسين كلها حب لله واحتمال من أجل الله. لكن في دموع أشرار بيبقى جواهم مشاعر يعني سيئة جدا، فيها كراهية. فالكراهية لو طلعت دموع، الدموع دي كلها مرة غير مقبولة عند ربنا. عشان كده يقول: ويل لكم أيها الشبعة لأنكم ستجوعون، ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم ستحزنون وتبكون. هنا بكاء الضاحكين ده مش تعزية، دي مش دموع مقدسة، دي نتيجة حياتهم اللي كلها استهتار وضحك. هلما أيها الأغنياء الآن ابكوا مولولين على شقاوتكم القادم. وإن كان هنا دعوة للتوبة، لكن في ناس بتبكي لأنها بتخسر كل حاجة، لأنها عاشت حياتها كلها للفلوس أو للكراهية. خلونا نتعلم من دموع المسيح كيف نبحث عن الدموع النقية. أعطيني يا رب دموع كما أعطيت المرأة الخاطئة، لأن الدموع دي جميلة عند ربنا. الدموع المقدسة تفرق جدا عند ربنا. دموع التوبة هي أنقى دموع، لما الواحد يكون خجلان من نفسه، مكسوف من ربنا، بيبكي على رجلين المسيح زي المرأة الخاطئة، بيتذلل. ده أجمل مستوى للدموع، وهي دي اللي يتقال عنها في النشيد: حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني. في دموع الحب، لما واحد يصلي بحرارة من أجل الناس، بحب للناس، دي دموع غالية جدا عند ربنا. لأن دموع الأمهات على أولادهم روحيا، دموع الأصدقاء على أصدقائهم، دموع الخدام على مخدوميهم، دي حاجة جميلة قوي. دي مع بكى يسوع، نفس الجو المقدس ده. دموع الألم في المسيح، دموع الشهداء والمعترفين والمجربين والمضطهدين وهم مسكين في صليب ربنا يسوع، دي شركة ألامه، دي دموع راقية جدا ومقدسة جدا. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. كنيسة مليانة دموع، لكن كل الدموع دي تتقدس مع بكاء المسيح.
بكى يسوع ليقدس دموعنا، فأصبحت دموعنا مصدر قوة مش مصدر ضعف، ودموع القديسين تصنع معجزات. لما قرب المسيح من البيت الكئيب ده اللي فيه الجنازة بتاعت لعازر، الناس قالت المعلم حضر وهو يدعوك. فدعت مريم أختها سرا قائلة المعلم حضر وهو يدعوك. هو ليه ما دخلش؟ مش بيحب القعدة بتاعت الجنازات اللي إيه؟ التقليدية دي. استنى على الباب طلعوا له البنات. ليه؟ المعلم حضر دعوة للفرح، اطلعوا برا الحزن، تعالى افرحكم، هبكي معاكم وتفرحوا معايا، انا هشارككم دموعكم وانتوا شاركوني القيامة. فهنا بيدعوهم نطلع برا بيت الحزن او الكآبة للانتصار على المشاعر دي. دعوة للرجاء، هنقعد كده بس حزنانين وخلاص؟ لا، يلا نكمل رسالتنا، نرفع الحجر ونحتفل بأن القبر مفتوح وهيفضل مفتوح. دعوة للإيمان، لأنها لما طلعت له بره البيت قال لها أتؤمنين بابن الله؟ قالت له نعم يا سيد أؤمن. فهنا قال لها إن آمنتي ترين مجد الله. فبيدعينا للإيمان، تعالوا نصدق إن في حياة أبدية، والحياة لن تنتهي بالموت، وإن الحزن ده مؤقت، وإن الأوجاع دي كلها محدودة جدا، لكن الأفراح هي الغير محدودة. دعوة للحياة، بمعنى إيه؟ اللي بيستسلم للكآبة والحزن هو دخل القبر برجليه، حكم على نفسه بموت بطيء. إنما المسيح له المجد رئيس الحياة، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، كل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد. إذن ربنا يسوع بيقول لنا إيه؟ أدعوكم تطلعوا برا البيت الكئيب ده وتعالوا نقف قدام القبر عشان نقول إيه؟ هلم خارجا. يلا نطلع برا عالم الكآبة، لكن نتمسك بدموع مقدسة، نبكي مع المسيح، لأننا إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.